مساء الخير، اهلا بكم معنا في كلمه السر. الحقيقه دي حلقتنا الاخيره في رمضان. النهارده 27 رمضان، عدى 27 يوم كاملين وباقي 3 ايام. ربنا يتقبل من الجميع وما ننساش اي خير نسينا نعمله، واي حاجه كان نفسنا نعملها سواء قراءه قران او زكاه او صدقه او عباده. لسه عندنا 3 ايام ولسه فيهم ليله وتريه، ليله 29، ولسه آخر يوم في رمضان كمان. الدعاء مستحب ومستجاب، ربنا يتقبل منكم جميعا. وفي ليلة في يوم 27 رمضان حبينا يكون معانا ومعاكم ضيفتنا الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير، وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الأيام القلائل من رمضان أيام خير وبركة ورضا عنا جميعا. وزي ما حضرتك قلت، يعني مش معنى انه فاضل 3 ايام ان خلاص بقى نسكت ونقول لا خلاص انتهى رمضان. لا، السيده عائشه سالت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام الاخيره، اقول ايه يا رسول الله؟ ايه اللي اعمله في الليله دي؟ اعمل ايه في الايام العشره الاواخر دول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني كم كلمه بساط قوي بس جمال قوي: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. بالظبط كده. ف يعني صفه جميله قوي قوي. انا حضرتك يا استاذ خالد بشوف ان صفه العفو دي صفه بتعمل سلام في المجتمع ككل، مش بس صحيح. بتعمل للفرد نفسه، المجتمع ككل بيعيش في سلام نفسي. ولما ربنا سبحانه وتعالى يامر نبيه ان يقول السيده عائشه ان اخر كلمتنا في شهر رمضان، وهو بقى ايه؟ شهر القرآن. شهر رمضان انزل فيه القرآن، وشهر فضل على سائر الشهور. لما يقول لها والعشر الاواخر مفضلين عن ايام رمضان كلها، وليلة القدر مفضلة عن كل ليالي رمضان، يقول لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو. ليه العفو يا دكتور؟ ليه العفو بقى؟ العفو، بص حضرتك، اغلب مشاكل مجتمعنا دلوقتي ان كل واحد زعلان من التاني. صحيح. ومش قادر يسامحه، فبالتالي ده بيخلي عنده كره، والكره بيخلي عنده حقد، والحقد بيخليه انه هو يحاول يسقر منه. فبنشغل نفسنا عن خدمة مجتمعنا لان ازاي نضر نفسنا ومجتمعنا وبعضنا. وعايزة اقول لحضرتك يعني مش بس ان في العشر الاواخر او في ليلة القدر، ده ربنا سبحانه وتعالى امر نبيه بالعفو: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فالعفو ده صفة جميلة جدا. طب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا امره بهذا الامر هل امتثل؟ لان الناس انا عارفة الكل بيحب يسمع ازاي النبي طبق العفو ده، ازاي الصحابه طبقوا العفو ده. لان انا ممكن لما اقولها لهم ايه كده ما يستوعبش، لكن لما تجيله قصه يعني كانت صعبه قوي على النبي صلى الله عليه وسلم، واقول له تعالى شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف طبق العفو، هيبدا يتراجع ويقلد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يا جماعه يعني اخرجوه من بلده اللي هو بيحبها قوي، اللي كلنا اصلا بنشتاق ليها، مكه. صحيح. يعني والكعبه وبيت الله الحرام. الأكثر من كده، تسببوا في موت زوجته وأحب الناس إلى قلبي السيدة خديجة بنت هويلد، تسببوا في موت السيدة زينب أولى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا سيدنا حمزة اللي هو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا بطنه وطلعوا كبده. فيعني والنبي ساعتها حتى قال إيه؟ لأمثلن بسبعين منهم، من حزنه على سيدنا حمزة. فربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لا، واحد قصاد واحد. عايز أقول لحضرتك النبي ضرب مثل أروع بقى، فدخل مكة فاتحا بعشرة آلاف من المسلمين، يعني ما فيش نصر أكتر من كده. فواحد صحابي بيقول له إيه؟ يا رسول الله اليوم يوم الملحمة، خد حقك بقى، خد حق خديجة وحق زينب وحق حمزة، يعني النهاردة هناخد حقوقنا. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: بل اليوم يوم المرحمة، فداك أبي وأمي يا رسول الله. هو ذا نبينا يا جماعة، فبما رحمة من الله لنت لهم. وبعد ما دخل كمان وقف كده يقول لهم إيه؟ ماذا تظنون أني فاعل، هو اللي بيسألهم، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء، روحوا بقى زي ما أنتم عايزين، ومن دخل بيته فهو أروع الأمثلة للعفو.
يعني دلوقتي معنى ان ربنا يعفو عنا ده معنى ايه؟ سؤال جميل قوي قوي، لان في ناس كتير ما بتعرفش الفرق بين العفو وبين المغفرة. المغفرة ان الذنب موجود بس ربنا يقول لك انت عملت الذنب الفلاني بس انا خلاص محيته، يعني مش عاقبك عليه. اما العفو فهو المحو تماما، كأن هذا الذنب غير موجود على الاطلاق. فيعني مفيش حساب ومفيش اصلا، مش موجود في الصحيفه. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ ما تعفيش وقلبك لسه في حاجه، اعفو وانسى. لازم يبقى القلب ابيض. ايوه القلب ابيض، يعني جمله جميله، جمله جميله. القلب ابيض دي فعلا، لو القلب ابيض وخلى من كل الاحقاد وكل الكره هنعيش في امان وسلام. ولذلك عشان يعني بقول لحضرتك انه العفو ده بيعود على العافي اكتر من اللي اتعفى عنه. ولذلك القران بيقول ايه؟ فمن عفا واصلح فاجره على الله. هل تعتقد حضرتك او يعتقد الساده المسلمين ان ربنا ممكن يضيع الاجر، او اجر ربنا يكون قليل؟ لا، اجره كثير. ولذلك تجد الصحابه طبقوا ده، طبقوا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله. في اغلى من الضنا حضرتك؟ لا. الابن؟ لا طبعا. في اعظم على الانسان من العرض والشرف؟ لا طبعا. سيدنا ابو بكر، السيده عائشه، حبيبه قلبه وحبيبه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرموها في عرضها ويقولوا دي كانت مع فلان، وواحد من الناس دول اسمه مصطح بن أثاثة كان ابن خالة أبو بكر وكان فقير، فاتكلم عليها مع الناس. فسيدنا أبو بكر قال إيه؟ والله ما هديله الصدقة، إن بيتصدق عليه. فينزل القرآن يقول له إيه؟ مش أنت. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ولا يأتلي يعني إيه؟ ولا يحلف من فحشي. وشهادة تسجل على مر التاريخ لأبو بكر أنه أولي فضل في الدين. ده أنت، ده مش بس يا جماعة عنده دين، ده عنده فضل في الدين. صحيح. زيادة. مش أنت اللي تحلف على كده يا أبو بكر، أنت ما تحلفش، أنت بتعطي من مال الله سبحانه وتعالى. ويكمل الآية ويقول له إيه؟ وليعفوا وليصفحوا، يعني تنسى خالص كمان. أنسى؟ طب إيه الجزاء؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا ايه الجمال ده. سيدنا ابو بكر اول ما سمع الايه دي راح قال لا والله بلا، ده انا هضعف له الصدقه دي. شوف حضرتك تطبيق الصحابه الرائع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لكم نموذج احلى. في ناس بتعتقد ان العفو في الدنيا بس، اقول لحضرتك ان في عفو في الاخره. يعني ربنا مش بيحب العفو في الدنيا بس. ايه ده؟ ده انتهت الاعمال يا جماعه، في عفو في الاخره. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط الصحابه مسرح بيحكي حدوته، بيقول لهم وهو قاعد كده، ينزل جبريل يقول له بص يا محمد، بص المشهد ده، رجلان اثنين جسيا عند ربهما، قاعدين قصاد ربنا كده، جسيا يعني قاعدين على ركبهم، واحد ظالم وواحد مظلوم. المظلوم بيقول له يا رب انا عايز حقي مني، اديني حقي. بالظبط كده. فربنا سبحانه وتعالى يعني الله كريم، كريم ربنا كريم، كريم قوي قوي قوي. أرجوكوا عايزين نكون كرماء في الأيام الأخيرة دي وبعد رمضان كمان. فيقول له طب أنت عايز إيه؟ يقول له عايز حقي من، طب نعمل إيه؟ يقول له اديني من حسناته. فيديله من حسناته لحد ما تنفذ، يقول له مبقاش عنده حسنات، يقول له ضع عليه من سيئاتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبص كده للصحابة ويبكي، حديث رائع. بكى النبي في أوله وضحك في آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بكى ويقول لهم ايه؟ ان هذا اليوم عظيم، والله اليوم ده صعب قوي قوي قوي. فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يكشف ليه فوقيه قصور رائعه من كتر روعتها. المظلوم ده يقول له يا رب لاي نبي هذه؟ يعني من كتر ما هي رائعه ما ينفعش لان كنا انبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ لمن يدفع ثمنها. يقول له طب ومين؟ يقول له أنت. طب إزاي؟ يقول له بعفوك عن أخيك. يا إيه ده؟ فيقول له عفوت يا رب. هو مستني ياخد حقه بقى، ده عايز الحاجات الحلوة دي. الأجمل يقول له إيه؟ فخذ بيدي أخيك معك إلى الجنة. فيضحك النبي قوي صلى الله عليه وسلم ويقول إيه؟ عجبت لرب يصلح بين عباده. تعلموا من صفات الله سبحانه وتعالى. أرجوكم بلاش نوقع بين وبين بعض، بالعكس لما تلاقي اتنين متخاصمين او متشاحنين حاول تكون انت حمامة السلام اللي تصلح ما بينهم، حاول ان انت تعفو.
الخيبة والنميمة خصوصا مع وسائل التواصل الاجتماعي بقت آفة من آفات العصر ده الحقيقة. حضرتك صدقت في كلام حضرتك، يعني المفروض نستخدمهم مش الغيبة والنميمة، نستخدمهم في إصلاح المجتمع. نشوف إيه النصيحة اللي ممكن أقدمها، أدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لازم إن أنا أقدم نصايح، مش يبقى قاعد أنا مش عارفة مدى يعني إيه سعادة إنسان إنه يفسد علاقة إنسان بإنسان. أنا عن نفسي بشعر بالسعادة لما أحس إن أنا عملت تآلف واجتماع في 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 أسرة، بحس إن أنا بنفذ قول الله سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلما أكون وسيلة لهذا التآلف، لهذا الحب، لما بقابل الطلبة بتوعي في الجامعة اديتهم بقالي سنوات، وتقابلني البنت تقول لي: والله يا دكتور احنا بننفذ لحضرتك قلتيه، في بكون سعيدة سعادة. مش ده عمل بعد الموت وانتفعوا به؟ صحيح. كل دول بينفذوا العمل ده، علم ينتفعوا به بالظبط كده. فياريت ادي اخدنا مثل من المولى عز وجل سبحانه وتعالى في عفوه. ده ربنا بيقول لك يعني مهما اسرفنا في الذنوب: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. واخدنا مثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، واخدنا مثل بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وديكم مثل بقى بتابعي جميل قوي من نسل سيدنا علي، زين العابدين ابن علي بيتوضى والجارية بتصب له على ايديه وعلى راسه، وقعت الإناء فوق دماغه، فتح دماغه. ف يعني هي بصت له كده قالت له: والقاظمين الغيظ. قال لها: قظمت غيظ. قالت له: والعافين عن الناس. قال لها: عفوت عنك. قالت له: والله يحب المحسنين. قال لها: فاذهبي فأنت حرة لوجه الله سبحانه وتعالى. في أكتر من كده، النبي صلى الله عليه وسلم تشد رأسه في إحدى الغزوات يا جماعة، وأسنانه تقع ولو إدعوا عليهم يا رسول الله، عارفين إيه ده يقول إيه؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أنت بدأت تصوم وأنت عندك كم سنة يا دكتور؟ لا، من بدري قوي، يعني أنا كنت بحب أصوم قوي، مع إن أنا بدأت الصيام وكان في حر شديد جدا. افتكر كان عندي يمكن 6 سنوات حاجه كده، وكنت اكمل اليوم كله. كان عندي كده وازع ديني جميل. وبرضه ده انا برجعه بشكر والدي رحمه الله عليه، وبشكر والدتي، لان هم كان عندهم والاسره كلها كان عندهم الوازع الديني الجميل ده. ولذلك بدعو كل الاباء وكل الامهات يبداوا يربوا اولادهم هذه التربيه الصحيحه، علشان يدخلوا حب الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. لو أحبوا الله حق حبه صدقني والله يعني أدي كل العبادات وإحنا مش متضايقين خالص ولا زعلانين. واعلموا يا جماعة والله زي ما سيدنا إبراهيم قال، يعني وصيته للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، تخيل حضرتك كلنا تخيلنا أن الوصية هتكون إيه؟ صوموا كتير وصلوا. طبعا الصوم والصلاة حاجة مطلوبة، لكن لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام، صلى الله عليه وسلم. والله وإحنا بنرد عليه سيدنا إبراهيم في كل صلاة، نقول له: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبعدين يقول له إيه؟ وصية سهلة قوي. وخبرهم، يقول لنا إيه؟ أن الجنة طيبة التربة، لو رميت أي حاجة هتطرح، والله معناها كده، يعني عذبة الماء المية بتاعتها ما فيش حتة بلحة كلها تطرح، وأنها قيعان مستوية، يعني ما فيش حتة نزلة شوية فالحباية مش هتنزل فيها، كلها قيعان. طب غراسها ايه؟ غراس الجنة ايه اللي نعمله؟ تخيل حضرتك حاجة بسيطة قوي، وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فوالله ديننا يسر. ارجوكم يا جماعة، الدين مش عسر، لا تعسروا على الناس، هونوا عليهم الامور، علموهم الصفات الجميلة ديت. فالأخلاق على فكرة بتدخل الجنة أو يا فندم. وما تفتكرش حضرتك أن صفة العفو سهلة، يعني لا طبعا لازم، صعبة جدا. احنا بنشوف حوالينا دي من أصعب الحاجات اللي ممكن أي بني آدم يعملها، ده حقيقي. يعني تخيل واحد اتظلم، واحد وتقول له لا اعفي وقول أنا عفوت، مش سهلة. مش سهلة، بس نوصل ليها بإيه؟ بالتدرج. احنا
مش هدفنا الدنيا، الدنيا طبعا مزرعه، امتحان، انت طالب داخل امتحان لحد اخر دقيقه انا بقى بدخل اللجنه اقعد اشد منهم الكتاب كده، يعني اعتبر الدنيا كده، وبيبقوا فرحانين جدا عماله تذاكر ليه؟ عشان عايزه تحل في الامتحان، الاخره بقى هي النتيجه. فانت الدنيا دي بجد وشمر واجري واغتنم، اغتنم شهر رمضان، اغتنم الثلاث اربع ايام اللي باقيين دول. ألا إن لكم في أيام دهركم لنفحات ألا فاغتنموها، ليك أيام كده معينة الجزاء أوسع وأكبر وأكبر، فشمروا عن سواعدكم بقى ويلا شدوا حيلكم وإحنا كمان نشد حيلنا. وأهم حاجة في الثلاث أيام دول بدعوكم ليها الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. بتجهز الفطار؟ طبعا لازم اجهز الفطار لازم، لان مش معنى الصيام اني انا يعني اتغافل عن حقوق زوجي او حقوق بيتي، بالعكس ده ثوابي بيزيد عند الله سبحانه وتعالى. ويعني دائما المرأة تحب تكون متنوعة، يعني شاطرة في الشغل وشاطرة في البيت، ده شيء جميل جدا على فكرة وبتؤجر عليه. والله انا طول ما انا واقفة في المطبخ مش حاسة بالصيام على فكرة، سبحان الله. فبدعو كل زوجة، بس عايزاها تبقى ذكيه. التجاره مع الله حلوه قوي، حلوه قوي يا استاذ خالد التجاره مع الله، بس اللي يعملها صح. اتاجر ازاي مع الله؟ مش انت كل يوم هتعملي البيت وكل يوم هتنظفي وكل يوم هتعملي اكل؟ خلي النيه ان هي لله، خدي بقى ثواب، خليكي شاطره، خليكي تاخدي. على فكره احنا السيدات ممكن ناخد كمان اجر اكتر من الرجال بكثير جدا. وعايزه اقول لها طبعا انا بدعو الرجال ان هو الكلمة الطيبة صدقة، طبطب عليها وأفضل الصدقة على المرأة. لا احنا بنشوف خناقات كتير بين الأزواج والزوجات قبل الفطار بالذات. لا احنا مش عايزين كده، يعني نضيع صيامنا في النهاية علشان كلام بسيط جدا. لا أنا بطلب من الزوجة الصبر على زوجها، ما هو برضه بيخرج وبيشتغل وبيتعب وإحنا السكن لتسكنوا إليها، إحنا السكن اللي بنطبطب ونحن والحضن الدافي كده. وبطلب من الزوج انت القوام، احنا لما تلاقيها متعصبه شويه برضو انت ربنا سبحانه وتعالى اعطاك القوامه والصبر على الزوجه فانت اقوى منها. فيعني هما الاثنين معادله جميله، والزوج والزوجه دول موده ورحمه. انا بس نفسي كل زوج وزوجه يعرفوا الحته دي، موده ورحمه، والله هي مش حرب ولا اي شيء، وان احنا عايزين نخرج احنا الاثنين من رمضان فايزين. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي ايه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني لازم تاخد الأجر معاهم. وقال لي سيدنا، وقال عن سيدنا إسماعيل إيه؟ وكان يأمر أهله بالصلاة. يبقى إذن إحنا الاثنين عايزين الدنيا والآخرة، دنيا مودة وسكن، والآخرة ناخد أجر عظيم إن شاء الله في يوم القيامة. الإسلام أنصف المرأة؟ طبعا طبعا أنصف المرأة، ده صورة كاملة في القرآن باسم النساء، صورة كاملة في القرآن باسم السيدة مريم العذراء البتول الجميلة، ما يعني ما فيش اسم رجل فالإسلام أنصف المرأة. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير تطبيق. يعني تعالى حضرتك نشوف مثل في صلح الحديبية، شروط مجحفة وواقفين المشركين يقولوا ترجع وما انتش داخل المسجد الحرام ومش هتدخل، بينه وبينه 50 أو 100 متر خلاص، ولو مش هتدخل جاي له الامر من عند ربنا يوافق لحكمه ربانيه. وسيدنا عمر يقف يقول له ايه؟ اولسنا على الحق يا رسول الله؟ فلماذا نرى الدنيه في ديننا قويه؟ هو كده سيدنا ابو بكر جميل، سيدنا ابو بكر يقول له، سيدنا عمر جميل برضه يقول له ان على رسلك يا عمر انه رسول الله، انت مش بتكلم اي حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوافق، وبعدين يقول لهم نرجع، هم مذهولين مش عايزين يرجعوا، مش بيعصوا امر النبي، لا الذهول. فيدخل فالسيده ام سلمه تهون عليه، الزوجه الجميله طبطب عليه وتقول له لا تحزن، الامر عليهم مش 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 سهل. وبعدين تقول له ايه؟ اخرج عليهم احلق واذبح، ما هو ما دام حلق وذبح خلص بقى يبقى احل احرامه. فعمل بنصيحتها، مش شاوروهم وخالفوهم، لا ده عمل بنصيحتها وخرج. وبالفعل الصحابه زي ما النبي عمل قاموا عملوا. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما كانت تدخل عليه السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبيها، لما كانت بتدخل عليه يقوم يقف ويقبلها بين عينيها، وفي في فرش على الأرض على فكرة، بس يقلع عبايته ويفرشها لها ويقعدها عليها كده ويطبطب عليها. ولذلك لما دخلت عليه في مرض الموت بيعتذر منها أنه مش قادر يقوم، فبكت فاطمة
في هذا اليوم لأن محمدا لم يستطع أن يقوم لها. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أنصف المرأة ما كانتش بعد ما دفنوه تقف لسيدنا أنس كده وتقول له إيه يا أنس أو استطعتم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يكن هكذا لكان حب الناس له هكذا. زوجة سيدنا مصعب بن عمير في أحد الغزوات مشي عمالة يعني زوجها مات وأخوها مات ويقول لها زوجك مات أخوك مات تقول لهم وكيف حال رسول الله. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما عرفت أنه عايش قعدت اطمأنت وبعدين بدأت تحزن على زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من أنصف المرأة والإسلام خير من أنصف المرأة. ويكفينا يعني أن الرجال يسمعوا كلام الستات بقى ولا إيه؟ ما احنا قلنا ان هي مش قصة ده يسمع كلام ده وده يسمع كلام ده، قصة المشورة. اولا لو الاختيار من الاول صحيح يا استاذ خالد هو هيسمع كلام زوجته في بعض الامور، لان في امور المرأة اعلم بها من زوجها، ايه المشكلة انه يسمع كلامها؟ هذا الامر لا يشين على الاطلاق. السيدة عائشة شالت الصينية اللي كانت جاية من عند السيدة ام سلمة كده فخار وجاي فيها اكل، شالتها قدام النبي وراحت رميها قدام الصحابة. عمل ايه بقى؟ يقوم بقى وكسرتها، قام لمها كلها كده هو النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ايه؟ غارت امكم، راعى فطرتها. فلا ابدا، يعني المهم ان الحياة تمشي جميلة. مين بقى اللي رأيه في الموضوع ده يمشي؟ وده المهم، مبقاش فيه استبداد، لا المرأة هي اللي عايزة رأيها يمشي ولا الرجل هو اللي عايز رأيه يمشي. هتمشي الحياة جميلة وسهلة بس نطبق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزوجة المخلصة بتظل مخلصة يعني وبتظل سندا لزوجها طيلة العمر. تعدد الزوجات عامل مشكلة في قانون الأحوال الشخصية الجديد؟ والله يعني طبعا القرآن الكريم أباح التعدد، لكن الآية التي عشان في ناس كتير بس تفهم الآية دي فهم غير صحيح. الآية دي لما نزلت نزلت لسبب معين، يعني هي مش نازلة عشان تقول للرجال عددوا، لا ده هو كان بيبقى عنده اليتيمة في بيته بيربيها وعندها مال، فهو يبخل بالمال بتاعها ده فعايز ياخده ليه، فيعمل ايه؟ يتزوجها وما يديهاش مهر وياخد المال بتاعها. فالقرآن نزل يقول له ايه؟ لا، لو انت مش هتديها حقها يا سيدي عندك بقى من النساء مثنى وثلاثة ورباع. روح شوف، اذا شوف نازله لسبب معين. وبعد كده في آية تانية يقول له ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني عايز يقول له القضية صعبة قوي، خلينا نقول ان هي في اضيق الحدود. واحد مثلا زوجته لا تنجب فيقول له بدل ما تطلقها لو رضيت هي خلاص تزوج معها امرأة أخرى. فيعني اللي عايزين نقوله ان يعني مش هي الأساس انك تعدد يعني. وتعالى نبص للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوج السيدة خديجة وعمره كان 25 سنة وهي 40 سنة، تزوج عليها لم يتزوج عليها طيلة حياتها. صحيح. ده بعد ما ماتت 3 سنين يقولوا تزوج عشان بناتها كلهم ايه؟ أو بعد خديجة. بعد كده كانت زيجات النبي لأسباب معينة دعوية، فيعني يخليه في أضيق الحدود خالص. وبعدين لا ضرر ولا ضرار، أسرة تهدم ولا عشان هو عايز يروح يتزوج. مش عشان أنا امرأة والله أبا، لكني أعرض رأي الدين يعني بطريقة صحيحة. بنشوف ستات بتحرص انها تتعطر بشكل كامل قبل ما تروح تصلي في المسجد خصوصا صلاة التراويح. ده يجوز؟ لا طبعا لا يجوز للمرأة ان تتعطر. وبعدين احنا عندنا دلوقتي مساحيق الغسيل بقت تخلي الهدوم حتى روايحها ظريفة وفي نفس الوقت مش ملموسة، يعني مش اللي فانت بتتعطري ليه وبتتزيني لمن يعني؟ لا، فطبعا دوت منهي عنه شرعا. أفضل العبادات في الثلاث أيام الأخيرة اللي باقية في رمضان؟ الدعاء. السيدة عائشة لما سألت اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا، وخاصة في الثلث الأخير من الليل. عايزين ننقطع يا جماعة الثلاث أيام دول كده لله سبحانه وتعالى ونخلي قلوبنا. إحنا مش هنقوله بس، إحنا هنقوله وننفذه. إزاي نبقى مستجابين الدعوة طيب؟ الدعاء ده يعني أول حاجة الإخلاص. الإخلاص انت بتدعي خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني ان يكون ماله حلال، وده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ارى الرجل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء ويقول ان لماذا لا يستجاب لي ومطعمه حرام وملبسه حرام وماكله حرام فانى يستجاب له. يبقى اذن الاخلاص ان احنا فعلا يعني نتحرى الحلال في أموالنا،
ان لا نتعجل، ما نقولش ربنا ما استجابش ليا، لا ربنا استجاب لك بس انت اللي مش عارف استجابها ازاي، ربما رفع عنك ابتلاء. يعني مش شرط الدعوة تبقى في نفس الدعوة، يمكن هي مش نافعة ليك دلوقتي هتنفع لك بعد شوية. يعني افتكر اول عمرة ليا كنت متضايقة قوي انها عمالة تتأجل، وسبحان الله جاءت في وقت انا كنت محتاجة له فعلا، ومن وقتها انا اقول لا انا ادعي واترك الامر لله سبحانه وتعالى، هو بيجيب وقت ما هو عارف ان هو ده الصح اللي يجي فيه. مش لازم الاستجابة تبقى آنية. لا مش لازم، اترك الامر لله سبحانه وتعالى، يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. وطبعا احنا عارفين ان رمضان استجابة الدعوات ايه، الصائم له دعوة لا ترد، ولو واحد مظلوم زي ما احنا بنقول بقى العفو، ادعي بدل ما تدعي على اللي ظلمك، لا ادعي ربنا يستجيب لك انت دعوة كده جميلة. والدعاء في السحر طبعا ده من الاوقات المحبوبة جدا 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 في استجابة الدعوات، وربنا يا رب يرزقنا جميعا ليلة القدر التي لا يرد آمين يا رب. فيها دعاء. ليلة القدر دي ليلة جميلة جميلة والله، انا يعني سمعت قصة من واحدة والله عن ليلة القدر، يعني دي بقى قصة حقيقية بقولها لكل الناس واغتنموا بقى عشان كده. تقول لي أنا يعني شفت وجهها ما شاء الله كالقمر جميلة، قالت لي والله يا دكتورة وجهي كان محروق تماما وعجز أطباء البلد كلها. قالت لي دعيت في ليلة من ليالي رمضان، قعدت تدعي تدعي تدعي. ويعني برضو عايزة يعني معلومة برضو أقولها للناس، إن مش شرط تبقى ليلة وترية، لأن هي شافتها في الليلة ليلة 24 التمسوها في رمضان كله. فبتقول فقعدت ادعي ونمت، بتقول فلقيت حد كده واخدني في السما كده زي ملك بيقول لي ادخلي يا فلانة. فدخلت، فبتقول دخلت مكان، طب انا داخلة فين، ادخلي بس علشان تستريحي. تقسم بالله انها قامت من نومها وجهها مثل القمر كما رأيته. فالدعاء في هذه الايام له نفحات وبركات، وأنا نفسي جربتها في أزمات شديدة جدا جدا جدا. علينا بس إن احنا نغتنم هذه الأيام، وبعديها 6 من شوال ربنا سبحانه وتعالى كريم، كل شوية بيجينا أيام جميلة أيام جميلة. ال6 من شوال ليهم نفس الفضل في الصيام؟ مش زي رمضان طبعا، بس هو اللي بيتبع يعني رمضان ب6 من شعبان بيبقى له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. طب اللي ما استطاعش ان هو يصوم، عليك بالذكر، عليك بصلة الارحام، عندك العيد اهو جميل، صل الارحام. دي صلة الارحام دي الله سبحانه وتعالى شق اسمها من اسمه. اللي افطر متعمد يوم في رمضان يعمل ايه؟ لا طبعا عليه كفارة، يعني الراجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله وقعت على زوجتي في نار، ده انا هلكت خلاص. فقال له طب صوم 60 يوم، مش ما اقدرش، ده 60 يوم متتابعه. طيب لحد ما وصل للصدقه لازم تتخرج بقى مال كذا، قال له طب انا فقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك كده وقال له طب تصدق بها على اهلك. دينا يسر، لكن رمضان له قدسيه، مش معنى ذلك ان لا، بدليل انه قال له 60 يوم حاجه صعبه جدا طبعا. مين يقدر ومتتابعات. فطبعا لازم ان احنا نحاول بقدر، والله انا ارى ناس مرضى ونتحايل عليهم مش قادر، بس طبعا مش معنى ذلك ان انا بقول المريض اللي الصيام يؤثر على حالته، لا لازم، لا بامر الطبيب. لو الطبيب قال له يفطر فالله سبحانه وتعالى يحب ان تعطى رخصه كما يحب ان ايه ان تؤتى عزائمه. يعني زي ما بيطلب منك عزيمه وامر واجب، بيطلب منك برضو ان انت ايه تاخد ناخد الرخصه الرخصه طالما محتاجينها. بالظبط كده. واحنا داخلين على العيد بقى، ايه الاداب والتقاليد اللي المفترض نلتزم بيها في العيد؟ والله اول حاجه عايزه اقولها للناس، العيد للفرح، بلاش اول يوم العيد تاخده في المقابر، لا اول يوم العيد تاخده في وسط اسرتك وبيتك، وتاخد اسرتك واولادك وتعلمهم يعني ايه صله الرحم. وعايزاكوا تبداوا تروحوا للي ما بيوصلكش، يعني روح للي ما بيوصلكش الاول، ليس الواصل بالمكافئ، روح له هو الاول. لو تملك من المال روح ادي. فاكر حضرتك العيديات بتاعت زمان احنا كنا صحيح. بنفرح بيها، انا لحد دلوقتي بفرح بيها برضه، والله بتدخل سرور على قلب الاطفال غير عادي. يا سلام لما تروح كده وتزورهم وتديهم
نفرح ونعمل كحك العيد وبسكوت العيد والحاجات الجميلة دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفرح. السيدة عائشة كان في الأعياد تقف تقعد تغني، سيدنا أبو بكر يقول لها مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيضربها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتركها، سيبهم يغنوا سيبهم يفرحوا. فأنا عايزة من الناس يفرحوا، الأموات لهم حياتهم عند الله سبحانه وتعالى. بعد العيد كده بكم يوم ابقى روح وزورهم وترحم عليهم، بس عيش الحياة أنت يعني، وعيش أسرتك وعيش الناس اللي حواليك وفرحهم وافرح وعيش يعني، وذكرهم بأيام الله. يعني دي أيام ربنا سبحانه وتعالى لازم إن احنا نفرح فيها، هدية من الرحمن، فلا تردوا هدية الرحمن. خدت هدية قد إيه يا دكتورة؟ بتاخد هدية قد إيه؟ لا يعني بتتفاوت بقى، انا ما ببصش للكم قوي بصراحه، قد ما ببص ان هي يعني حاجه جميله. بس طبعا اكتر ناس بحب قوي يعني، كنت بحب عاديتهم قوي، والدي رحمه الله عليه طبعا، مهما كان بقى حجمها قد ايه بس كانت بالنسبه لي غاليه قوي. ودلوقتي طبعا زوجي برضو ربنا يديله الصحه، برضو عاديته بالنسبه لي غاليه قوي قوي. وبعدين انا دلوقتي بقى في مرحله ببقى سعيده اكتر ان انا اللي بدي الاطفال بقى. ربنا يكرمك يا دكتوره وكل سنه وانت طيبه. واحنا داخلين على اخر يوم في رمضان بقى، اخر يوم في رمضان في حاجه معينه المفروض نلتزم فيها او نعملها؟ مش عايزين نضيع ال 29 او ال 30 يوم، مش عايزين نضيعهم ارجوكم. الشيطان هيجينا في الاخر كده عشان يضيع الايام اللي احنا صمناها، لا احنا هنقول له احنا هنفوت عليك الفرصه. لا زوجة تتضايق على زوجها ولا زوج يتضايق على زوجته، الزموا لا حول ولا قوة إلا بالله. علشان إيه؟ طبعا هي الشياطين بتصفد في رمضان، بس هيبدأ بقى يصحى لنا بقى عشان آخر يوم بقى فخلاص. والنفس طبعا أمارة بالسوء، فما تخليش النفس تنتصر عليك، لا أنت هتنتصر عليها، أنت قوي. أنت هنقضي اليوم دوت في ذكر الله سبحانه وتعالى، في نية حلوة إن إحنا إن شاء الله في العيد ناويين لكل الناس خير، ناويين لكل الناس ايه؟ عفو. هنخرج من رمضان ارجوكم كلنا عافين عن بعضنا، كلنا بنحب بعض وبس. وربنا سبحانه وتعالى في دعوه او دعاء نقوله في الختام؟ طبعا احنا طول الحلقه بنقوله يعني، اللي هو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. كل سنه وانت طيبه دكتوره هبه عوف، استاذ التفسير بجامعه الازهر. كل سنه وانت طيبه وشاكرين لوجودك معانا. وحضرتك طيب وبخير، وانا كمان والله سعيده بتواجدي في هذا اليوم المبارك الكريم، وان شاء الله ربنا يجعلها ايام خير وبركه على حضرتك وعلى جميع الشعب المصري وجميع الشعوب العربيه والاسلاميه وجميع العالم. آمين. اللهم آمين. كل سنة وانتم طيبين. ساعات 3 أيام ونودع أعظم شهر في السنة، الشهر اللي ربنا ادهولنا هدية علشان يكفر عنا ذنوبنا ويغفر لنا ويرجعنا تاني بيض من جوه وبيض ومعفو عننا. العفو يا جماعة، على قد ما نقدر نعفو عن أي حد ظلمنا، نعفو عن أي حد أساء لينا. المهم من جوه نبقى بيض فعلا، مش شايلين لحد اي ضغينه ولا اي زعل ولا اي كراهيه، نطلع من رمضان بيض كلنا، وان شاء الله ربنا يغفر لنا كلنا، وان شاء الله كلنا نلتقي في الجنه. وبعد يومين هيبقى العيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد، والكحك والبسكوت تاكلوه زي ما قلنا مع الدكتوره، بس يعني ايه بكميات قليله، يعني كحكايه بسكوتايه، مش لازم ناكل طن، يعني مش لازم ناكل كيلو، نحافظ على وزننا. وبعد ما نحتفل بالعيد اللي يقدر يصوم الستة البيض يصومهم وثوابه عظيم. كل سنه وانتم طيبين وتصبحوا على خير، واستنونا بعد رمضان، استنونا الخميس الجاي في كلمه السر.